بهالفترة هاي في قصة لازم أنا بقدرش أنسى أمي، يعني في عندي علاقة عاطفية كبيرة معها، مش علاقة بس أم وابن. أنا كنت في الكويت وأهلي كانوا في بيروت لما انتقلنا بعد صيدا. كنت دائما قبل أن أترك بيروت لأروح لأذهب إلى عملي في الكويت أمر على المنزل لأخذ بركة الوالد والوالدة ورضاهم وقبل أيديهم. رحت ذاك اليوم وجدت أمي تتعثر بالكلام وبتحكي كلام مخربط مش ما إله أي معنى. قلت لهم شو القصة إخواني وأخواتي اللي في البيت؟ هلا ما في شيء، ماخذة برد. قلت لهم هذا مش برد، هذا شيء آخر. اتصلت بمستشفى الجامعة الأمريكية، قلت لهم بعثوا لي أمبيولانس. أخذنا إجا الأمبيولانس وطلعت معاها فيه. على الطريق فقدت الوعي كاملا، سموه كوما، يعني لم يعد فيها شيء إلا قلبها ينبض، ما في شيء، لا عيون ولا إيدين ولا حركة ولا عضلات ولا شيء. ودخلت يعني شلل كامل، دخلت الفندق المستشفى عفوا وأنا معها. سجلنا وعملنا الإجراءات وكل ما يلزم. قالوا لي شكرا، قلت لهم أنا بس بدي منكم طلب. قال شو؟ بدي كرسي على باب غرفتها. قال احنا مسؤولين عن رعايتها ما تقلق. قلت له مش قضية رعاية، انا عندي ارتباط خاص معها بدي اقعد على بابها. قال طيب وبالليل؟ قلت له بالليل بنام على الكرسي. هكذا كان الوضع ال 14 يوم، لم اغادر باب غرفتها الا الى الحمام او الى المطعم لاكل سندويشه. وكل نتفة أطل عليها. بس ما لفت أكثر شيء أثر فيه أنه طبيب واحد من الأطباء المراجعين كانوا باستمرار يجوا ليشوفوا إلسا الأزق على قيد الحياة، لأنه ما فيش فيها مظاهر حياة، كل شيء يعني كامل، ما في شيء بتحرك فيها ولا نفس أبدا، لا تدتن. فكانوا يشكوها بالإبرة ليشوفوا إذا ما زالت حية. فلما طلع الطبيب قال لي انت اسمك طلال؟ قلت له اه. قال لي في ظاهره عجيبه لم تحصل، كل ما بنشكها بدل ما تقول اخ بتقول طلال، وهي في فاقده الوعي، ما في وعي نهائيا. قلت له لذلك انا قاعد هون، لان انا بعرف انه هي حاسه فيي، انه انا قاعد على باب غرفتها وانا حاسس فيها وهي في فراشها. الى ان اخذ الله وديعته. فكانت هاي فترة كمان من أحلى أيامي. يمكن يقول واحد يقول لك أنا قعدت وقمت وتعبت وكنت جنبها كل وقت، من أحلى أيام حياتي هدول 14 يوم اللي رافقتها فيهم لآخر نفس.